وخلال كلمته أمام المنتدى استعرض رئيس الوزراء مصطفى مدبولي جهود المنصة الوطنية لبرنامج نوفي التي تم إطلاقها كمبادرة رئاسية مصرية خلال مؤتمر كوب 27. في هذا الإطار تمثل المنصة انعكاسا لحرص مصر على تعزيز العلاقة الوطيدة بين التنمية والعمل المناخي. أود الإشارة إلى المنصة الوطنية لبرنامج نوفي التي تم إطلاقها كمبادرة رئاسية مصرية خلال مؤتمر كوب 27، والتي تعد بمثابة تطبيق عملي لمبادئ التمويل العادل، وتمثل نموذجا فعالا لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية والتمويلات الميسرة للتعامل مع قضايا التكيف والصمود والتخفيف أمام التغيرات المناخية وتنفيذ التعهدات، خصوصا على صعيد القارة الأفريقية. كما تمثل المنصة انعكاسا لحرص مصر على تعزيز العلاقة الوطيدة بين التنمية والعمل المناخي، وهو ما ظهر جليا في صياغة الاستراتيجية الوطنية الشاملة للتغيرات المناخية لعام 2050، والتي تضمنت 5 أهداف رئيسية وأبرزت التناغم بين الأهداف المناخية وأهداف التنمية المستدامة وأجندة 2030.